متى ينسون خطر؟ كل شيء يستعمل زيادة خطر ولا فلوس. مبروك عليكم الشهر، اليوم بخبركم عن اليانسون، تعالوا وياي. تخيلوا ان هاي النجمة كانت مثل البيتكوين، لانها كانت عملة دولية واستخدمها المواطنين في الامبراطورية الرومانية في دفع ضرائبهم. ازيدكم من الشعر بيت، تخيلوا ان بريطانيا العظمى استخدمت اليانسون في بناء جسر لندن. كيف الملك ادوارد الاول فرض ضريبة على اليانسون، وعوايد هاي الضريبة تم اصلاح فيها جسر لندن. تخيلوا ان في يانسون سام وقاتل اللي هو اليانسون الياباني، ويستخدم فقط للبخور، يعني مش للاكل ابدا، وهو شبيه لليانسون الصيني اللي نحن متعودين عليه، فاحذروا تستخدمون اليانسون الياباني للاكل. تخيلوا ان اليانسون النجمي يختلف تماما عن بذور اليانسون العادي، غالبا ما يخربط الناس بينهم لتشابه اسمائهم وطعمهم، لكن هالنبتتين مش من نفس الفصيلة. بذور اليانسون واليانسون النجمي مفيدين جدا ولهم استخدامات كثيرة، مثلا غلي البذور وشربها يفيد في تهدئة الأعصاب، واليانسون النجمي يحسن من عملية الهضم. طبعا خبرتهم أني أبي يانسون مطحون، فقالوا ليش ما تطحن أنت؟ فيلا بنا نطحن اليانسون وهذا الجهاز، والحين بنطلع اليانسون المطحون. لليانسون أسماء كثيرة في مختلف الدول العربية، مثلاً في المغرب يسمونه النافع، وفي تونس الحبة الحلوة، وفي العراق الكمون الحلو. شو ما كانت تسمية اليانسون في بلدكم، احرص أنك تخليه من روتينك اليومي، لأنه يعالج القلق والأرق ويساعد على الهضم.